قدام الشاشه وفي الملعب وبنشوفه، في تفاصيل مثلا مميزه عن محمد صلاح بيبقى بينك وبينه في التدريب او بينه وبين يورجن كلوب الجمهور يحب يعرفها؟ إنه يصعب علي القول لأنه دائما في مود يعني في حالة نفسية جيدة وهو شديد التطلع. But the strength of Liverpool FC is that we have a lot of players who are ambitious and really in a good mood and have a lot of positive energy. أساسا هي في أن لاعبين جميعهم لديهم الحالة النفسية المناسبة ويتطلعون دائما إلى الفوز وإلى تقديم أفضل ما لديهم. But again, Mohamed Salah is a fantastic player. إلا إني ما يمكنني قوله عن محمد صلاح إنه إنسان مميز ولاعب متميز. بشكرك جداً.